السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وبأحلى متابعين في الدنيا. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة حنان الوراقي، قناة متنوعة. النهاردة حبايبي هعمل معاكم اللحمة مفرومة كده مع الصاجة. بس لو انت أول مرة تتابعي القناة، فضلا وليس أمرا حبيبتي، يا ريت ان انت تدعمينا كده بالاشتراك في القناة، ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد أنا بقدمه في القناة أول بأول. لا يلا بينا حبايبي كده نشوف بقى الايه المكونات كده معايا وهنحتاج لايه. هنا حبايبي معايا ده كده نص كيلو لحمة مفرومة اهوت، وهنحتاج يعني بصلة كده ايه كبيرة مفرومة ونص معلقة صغيرة ثوم مفروم، وهنحتاج 2 قرن فلفل رومي يعني غسلهم ومقطعهم كده ايه يعني مكعبات صغيرة. وبالنسبة بقى للبهارات، البهارات معايا هنا هوت معايا نص معلقة صغيرة قرفة ناعمة، معايا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، ونص معلقة صغيرة بهارات لحمة. دي كده حبايبي يعني مكونات كده معايا. وهنحتاج ايه لزيت، هاخد منه يعني ايه ربع كوباية زيت كده، وهنحتاج بقى الحلة عشان اعمل فيها ومعلقة. دي كده حبايبي اللي ايه المكونات كده ايه معايا. فنبدأ بقى ايه نروح على البوتاجاز ونشوف مع بعض هنعمل ايه. هلا بقى البوتاجاز هحط بقى ايه حبة زيت كده اهوت، ربع كوباية زيت كده. لما يسخن بس معايا شوية هبدأ اللي انا انزل عليه باللحمة. هبدأ بقى اللي انا ايه احط اللحمة كده اهوت. دلوقتي بقى يا حبايبي انا بعد ما حطيت بقى اللحمه كده على الزيت حاسبها بس ايه شويه كده اللي هي تاخد بس صدمه كده من تحت، وبعد كده ايه ابدا ان انا اقلبها عشان برضو ايه يعني ما تقلبهاش على طول عشان اللحمه ما تنزلش ايه ميه. بس فدلوقتي انا حاسبها بس كده اهوت، وبعد كده هبدا بقى اللي انا ايه اضيف بقى بعد كده البصل والثوم والفلفل. يعني سيبيها بس لمدة دقيقة كده اهوت، وبعد كده ايه قلبيها. هي كده ايه لونها اتغير كده من تحت، حابة ان انا اقلبها شايفين. طبعا اللحمه المفرومه بقى دي تقدري اللي انت انا الطريقه دي انا حبيت اللي كنت عاملاها في فيديوهات قبل كده مع مكرونه بشاميل، بطاطس محشيه لحمه مفرومه كنت بعملها في وسط الاكل يعني في وسط الفيديو كده اهوت. فقلت النهارده اعملها بقى في فيديو مخصص لوحديها برده، وتبقى برده موجوده في قلب القناه، واوريكم برده الطريقه اللي انا ايه بعملها. هسيبها برضو كده ايه دقيقة كده كمان وبعد كده اقلبها. لما لون اللحمة يتغير معاكي خالص بتبدأي ان انت تضيفي بقى الحاجات التانية، البصل وبقية الحاجات اللي انا قلتلكم عليها.
هبدأ بقى انا انزل بالبصل والثوم. احط برضو الايه الفلفل. كده بقى ايه تقليبة كده اهوت. دلوقتي بقى ايه انا يعني هسيبها بقى ايه شوية كده اهوت، هغطي عليها واسيبها بقى ايه شوية لحد البصل معايا ما يستوي يعني. وبعد كده هنضيف بقى بقية الملح والبهارات اخر حاجة. دلوقتي حبايبي هنشوف بقى اللحمة. المفروض ان انا كده سبتها لحد البصل ما دبل معايا هو والفلفل لا واللحمة كمان تكون استوت ايه معايا. فدلوقتي بقى ايه هضيف عليها اخر حاجة اللي هي الايه البهارات اهيت. هقلبهم بقى ايه تقليبة كده اهوت. الريحة بتاعتها جميلة جدا. نعم هي لحد كده خلاص ايه خلصت كده ايه معايا. بس انا برضو ايه حابة اقول لكم برضو على حاجة. انا ساعات برضو في يعني في لما باجي اعملها في بطاطس محشية لحمة مفرومة، ساعات برضو اللي انا ايه بحط فيها معلقة ايه صلصة وبقلبها. النهارده انا هعملها مع مكرونه بشاميل، فمش هنحط ايه صلصه يعني، إيه ساعات بحط وساعات ما بحطش، فديت يعني ايه على حسب ايه ما انتوا عايزين والوصفه كمان اللي انت ايه بتعمليها. فانا النهارده يعني هستخدمها بقى في مكرونه بشاميل، فمش هعملها مش هحط الصلصه يعني، هعملها كده. هي كده ايه خلصت كده معايا خلاص. هسيبها بس ايه عشان يعني مده دقيقه كده اهوت مع البهارات كده وهي على النار، وبعد كده اطفي بايه عليها لان هي كده خلاص يعني اللحمه استوت معايا. و بس هسيبها كده. دلوقتي يا حبايبي انا كده بقى شلتها من على البوتاجاز طفيت عليها، ودي كده دي كده كانت طريقتي كده النهارده في طريقه عمل اللحمه المفرومه المعصجه. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.